Allah ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الأخت تقول أنها تشارك في مسابقات في القرآن الكريم، وأحيانا يأتيها خرخشة في الصوت وضيق تنفس خلال القراءة، فبماذا تنصحها بارك الله فيكم؟ والله إذا كان أمر عضوي هذا راجع فيه الأطباء، أما إذا كان أمر روحاني الرقية أختي الفاضلة، زيت الزيتون ما عقد زيت الزيتون قبل أن تقوم بهذه الأمور بساعة مرقي ربما يسهل عليك إن شاء الله. الماء المرقي حط فيه شوية سكر واشربيه برضه قبل أن تباشري هذه الأمور، ربما يكون في نفع إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.